بسم الله وعلى بركة الله نكمل الكور ديالنا فيما يخص لي نومبر كومبلكس. دونك هذه هي الحصة الرابعة، اللي ما شافش ثلاثة الحصص الفايتين يمشي يشوفو. دونك هذا التكميلة على هذوك ثلاثة الحصص اللي حطينا مزيان. فهاد الحصة تكون حصة بسيطة بزاف، نشوفو لا ناتور بالنسبة للتريونجل وبالنسبة للكوادريلاتير مزيان. قبل ما ننسى، بالنسبة للناس اللي مشاركين معنا في الحرب فيما يخص الاناليز، دونك غدا ان شاء الله راه غادي نحطو واحد البارتي جديده بالنسبه لي فونكسيون فيها لي زيكزيرسيس لي مهزوزين غير من لي زيكزام. دونك كاينه تقريبا شي 8 لي زيكزيرسيس اكسيتيرا، دونك مهزوزين كاملين من لي زيكزام وما كيشبهوش داكشي لي حاطين في العرض. مزيان فيما يخص لي فونكسيون، لي فونكسيون دو ان فاريابل ريال، الوغ حيت حنا كنا كنعتمدو بزاف على لا تيوريم اكسيتيرا. دونك هنايا كاين شويه ديال داكشي اللي مهزوز من ليكزام كيخالف داكشي اللي عندنا في العرض، باش اننا نحاولو اننا نوعو في لي زيكزيرسيس لجميع ديال جميع المستويات اللي كيقراو معنا. الوغ دابا نحاولو اننا نكملو الكور ديالنا. دونك هاد البارتي الاولى عباره على واحد الرابين بسيط باش اننا نضبطو هادشي. الا فهمتي هادشي هادشي يجيك بسيط بزاف، هادشي ما كيتحفظش، هادشي كيتفهم يعني في ليكزام طق طق كتعرف شنو كاين. الوغ غنبداو باول حاجه لا فيكس دو فيكتور ابي، حيت كنقولو لا فيكس دو فيكتور ابي كنرمزو له بزيت دو ابي. مزيان اش كيساوي لنا هاد لا فيكس؟ ديما عندنا هاد لا فليش هذا كيسالي بي، يعني كنبداو بي زيد دو بي ناقص زيد دو ا. مزيان هذا هو لا فيكس، سي تري بيان. في الحاله فاش كيكون عندنا دو فيكتور متساويين يعني ابي كيساوي لنا سي دي، هذا كيعني انه شنو كيعني؟ كيعني ان لا فيكس ديال ابي كيساوي حتى هو لا فيكس ديال سي دي. الا كان لي فيكتور متساويين فان لا فيكس ديالهم كيكونوا حتى هو متساويين. مزيان الا كان عندنا زيد ك هاد ك ابارتيان ا ار مضروبه في او، فان هاد كنقدروا اننا نخرجوها يعني ك في لا فيكس ديال او. سي تري بيان. ثاني حاجه المسافه ا بي، لا ديستونس ا بي، ما هي الا زيد دو بي ناقص زيد دو سي. مزيان كنحسبوا الموديل ديالهم سي سامبلومون ديال زيد دو بي ناقص زيد سو سي كيعطينا المسافة ا بي. مزيان فوقاش كنقولو على تخوا بوان انهم الين، يعني انهم في الين يعني انهم مستقيمين. سي سولمون سي تحققت لنا هاد القاعدة، عندك ا بي سي دي الا كانت زيد دو بي ناقص زيد دو سي، عفوا زيد دو سي هادي ماشي زيد دو ا، زيد دو سي الا كانت زيد دو بي ناقص زيد دو سي مقسوم على زيد دو بي ناقص زيد دو ا، عطات ناقة. كنقولوا على ان ك او عندنا ك ابارتيان غير الا تحققت لنا هذه، كنقولوا على ان هاد 3 بوين انهم مستقيمين. الا بقيتوا عاقلين في البكالوريا شنو كنا كنقولوا؟ نبسطوا، كنا كنقولوا ان المتجهه سي بي ما هي الا المتجهه هي ك في المتجهه ا بي، سي تري بيان، حيت ك ابارتيان ا ار. الا قدرنا نلقاو هاد الكتابه كنقولوا على ان ا و بي و سي انهم مستقيمين، داكشي اللي شفنا في السنوات الفايته. اشنو غادي ندير انا؟ هاد ا بي نجيبها لهنايا، دونك كتعطينا سي بي على ا بي، راه هاد العلاقه راه هي هادي سي سامبلومون كتساوي لنا ك. دونك انا هادي نكتبها على شكل لافيكس، هاد لافيكس نكتبها على شكل افيكس، يعني تعطينا زيد ها هي زيد دو ا بي زيد دو سي بي، يعني تعطينا زيد دو بي ناقص زيد دو سي مقسومة على زيد دو بي ناقص زيد دو ا. سي تري بيان صافي، يعني ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كا ها هي. دونك الا تكتبات لنا هاد الشكل هذا كنقولوا على ان ا و بي و سي مالهم مستقيمين. سي تري بيان. الوغ نحيو هاد الشيء ونكملو. الوغ كيفاش كنحسبو الزوايا لو اونغل؟ الوغ هنايا الاونغل ديال واحد 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 نومبر كومبلكس. دونك عندنا اكزومبل ا بي، ها هي هادي ا وهادي بي وهادي ا وهادي سي. دونك انا الهدف ديالي نحسب هاد الديتا، راه تقدر تكون هكا تيتا من هادشي وتقدر تكون هكا كنقولو موان تيتا صافي، يعني الزاويه هي الزاويه، غير خاصنا الاتجاه. الا اختارينا حنا اكزومبل هاد الاتجاه هو الموجب، هكا موجب، راه هكا غادي يكون سالب صافي. الا اختارينا هاد الاتجاه موجب، كيفاش انا غادي نحسب هاد 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 الزاويه هادي؟ شي سامبلمون بسيطه، الزاويه اللي ما بين ا و بي و ا و سي، هنا ا و بي و ا سي يعني ماشيين هكا، هي الزاويه لو ارك ديال اش، هي الارغيمون ديال اش ديال زد سي ناقص زد ا
على زد بي ناقص زد أ. دائما هذا اللي عندنا الأول هو اللي كنحطوه لتحت. ماشي، راه إلا قلبتي، راه كما قلنا إلا قلبتي راه تقلب الإشارة تولي موان سي بيان، يعني إلا قلبتي هادو تولي موان. ركز معايا، دائما هاد الأول كيكون لتحت هانتايا، كنبداو ديما بالتالي زد بي ناقص زد أ. ها هو وهنا الفوق كيكون هذا هاد الشكل، يعني زد دو سي ناقص زد دو أ. دونك كنحسبو لو أرغيمون ديال هاد النمبر كومبلكس اللي كيكون عندنا هنا. كيكون عندنا واحد النمبر كومبلكس كنحسبو له لو ارغيمون ديالو. شفنا في الحصه الجوجه كيفاش كنحسبو لو ارغيمون. سي تري بيان، كنكتبوه على شكل لا فورم تريغونوميتريك، وكنقدروا نجبدوا ما يسمى بالموديل والارغيمون. صافي الارغيمون تيتا، صافي سي تري بيان. وهذا والارغيمون تيتا هو النيت اكزاكتومون، هو الزاويه النيت اللي هذه هي تيتا. سي تري بيان. الوغ نكملو دابا، عرفنا كيفاش نجبدو لو ارغيمون سي تري بيان ديال يعني الزاويه اللي ما بين واحد دو فيكتور. الوغ هنايا تبع معايا، فوقاش كنقولو على ا بي و سي دي انهم اون باراليل، انهم متوازيان. سي سامبلومون حسبنا الزاويه اللي بيناتهم لقيناها انها كتساوي صفر ولا بي، ياك؟ لانه يقدر يكون عندنا ا بي داير بحال هكا، هاهي حنا هادو مالهم راه متوازيان في نفس لالين ولكن راه متوازيان. نقولوا ان هذه ا بي وهذه سي دي، الزاويه اللي بيناتهم شحال هي بي. هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه الا كانوا بحال هكا، دونك ها هي ا بي وهذه نقولوا هي سي دي. دونك هنايا شنو عندنا اون باراليل؟ شحال هي الزاويه اللي بيناتهم؟ هي صفر، راه متطابقين. هنا جيتي هنا متطابقين، الزاويه اللي بيناتهم هي زيرو. يعني عندك جوج احتمالات، اما كتكون بي الزاويه اللي بيناتهم هي بي، اما كتكون صفر. سي تري، باش نقولوا عليهم مستقيمين يعني انهم متوازيين. فوقاش كنقولوا عليهم انهم كيتعامدوا؟ سي سولمون سي عطاونا بي على جوج ولا موان بي على جوج. مزيان، دونك اما غادي يكون عندنا اكزومبل بحال هكا، بحال هكا اكزومبل، ياك؟ هادي غادي نسميها انا بي على جوج، ولا يقدر يكون الفيكتور من جهة التحت هكا هابط لتحت، ويعطينا موان بي على دو، يعني هنا بلوس بي على دو، وهنا موان بي على دو، دونك داكشي علاش درنا بلوس موان، راه الإشارة تقدر أنها تكون موان ولا بلوس، يعني على حساب الرسم. على حساب لي فيكتور كي دايرين. المهم انهم الا كانوا عموديين كنحسبوا لو ارغيمون ديالهم كيعطينا بي على دو كيساوي دو دو بي. سي سامبلوم بالنسبه لدو دو بي، بالنسبه كنهضروا على دو دو بي لا سيركل. مزيان، بالنسبه لهاد العمودين ديال دو فيكتور. الوغ هنا هاد الرابي سالينا شي حاجه بسيطه بزاف. دابا غادي نشوفوا الانواع ديال لي تريونجل اللي غادي نستضفوا. عندنا تريونجل الاول كيتسمى ايزوسيل، ايزوسيل اون ا، حيت كنقولو ايزوسيل يعني متساوي الساقين. حيت يقولك البروف مونطخي انه ايزوسيل، انت هادي تجي انت ما كتحفظش داكشي، كتجي كترسمو. ها هو شكون هو ايزوسيل استاذ؟ هو انه متساوي الساقين. غنسمي هذا ا وهذا بي وهذا سي، يعني متساوي الساقين اون ا. في ا يعني انه متساوي الساقين في ا. فوقاش هذا كيكون متساوي الساقين؟ تقول لي سهله، حيت كتكون هاد عنده هاد الميزيغ، هاد المسافه هادي ا بي كتساوي المسافه سي دي. كيفاش كنحسبوا المسافه ا بي؟ ها هي المسافه ا بي، راه شفناها في الرابي. ها هي المسافه ا بي، يعني حيت كتكون المسافه ا بي كتساوي المسافه ا سي. كيفاش انا كنحسب ا بي؟ ها هي كنديروا زد دو بي ناقص زد دو سي كتساوي لنا زد دو سي ناقص زد دو ا. وما نساوش نحسبوا الموديل ديالهم. سي بيان، ها غادي. دونك حنا سالينا الاولى، سالي سهل مزيان. غنشوفوا دابا فوقاش كيكون عندنا تريونجل ريكتانجل، يعني انه عمودي، يعني مثلث قائم الزاويه. مثلث قائم الزاويه فاش اشم بوان قالك اون ا، قائم الزاويه في ا، يعني غادي يكون بحال هكا. ها هي ا، صافي. هادي نسميها بي وهادي نسميها سي. مزيان، اهم حاجه شنو خاصو يكون في هاد المثلث؟ لا خاصو يكون هنايا 90 درجه بي سور دو. تقول لي كيفاش نحسب نقاو بي سور دو؟ يعني الزاويه اللي ما بين ا بي و ا سي خاصها تساوي لنا 90 درجه. صافي، يعني اش؟ يعني اجي نحسب لو ارغيمون هادي يعطينا بي على دو ولا موان بي على دو. صافي مزيان، يعني اجي نحسب، غادي نحسب
لو ارغيمون ديال اش ديال شكون الزاويه هذه نقولوا ا بي اي ا سي اي ا سي مزيان. دونك كنبداو ديما بالتحت هنايا زد دو بي ناقص زد دو ا, وهنا زد دو سي ناقص زد دو ا. مزيان اش خاصو يساوي لنا هذا بلوس ولا موان بي سور دو؟ لان تقدر هذا تقدر هاد ابي تجيبها لهنا تجيبها بحال هنا ا سي عفوا تجيبها لهنا دير ابي راه بحال بحال. المهم ان الزاويه اللي بيناتهم بجوج دونك غادي تكون لاكس, يعني غادي نقلب هذا هذا يتقلب الى نقلب راه كتكون هنا موان, و الى كان موان دونك على حسب شنو كان في لو كانت بلوس الى تقلبات كتولي موان اكسيتيرا. مازال داكشي علاش درنا بلوس موان ديال بي سيغ دو سي تري بيان. داكشي اللي لقينا هنايا مازيان, ولكن بصفه عامه حيت قوق انه قائم الزاويه الى جيتي حسبتي زد سي ناقص زد ا على زد بي هادي حفاظه وصافي, على زد ا خاصها تلقاها ديما كتساوي بلوس ولا موان ديال كاي. هادي الحاله فاش كتكون انها ان مثلث قائم الزاويه. هاد كا ابارتيان ا, يقدر يكون واحد يقدر يكون جوج يقدر يكون ثلاثه اربعه خمسه. غير هنايا في واحد الحاله هاد كا حيت كيكون واحد هنا هاد كا هذا حيت كيكون واحد راه كيكون اذا كان كا واحد يعني ان هذا وهذا متساويين, يعني ان كيكون هاد الاضلاع هادو متساويين, هاد لي كوتي هادو متساويين. مزيان الا كان كا كيساوي واحد, يعني كان كيخاف واحد دونك راه كيختلفوا الاضلاع بثلاثه. سي بيان صافي, وهادشي راه نشوفوه هنايا ها هو الناس ايزوسيل, يعني غيك ريكتونغل ايزوسيل يعني انه قائم الزاويه متساوي الساقين. فوقاش كيتساوي الساقين؟ الا زدنا الشرط ان هاد كا ردينا كيساوي واحد. ها هي الا كان كا كيساوي لنا واحد تبقى لنا اي, يعني بلس اي ا سي تري بيان. الزاويه كتبقى 90 انتم لا مي صافي, ولكن الا بغينا نفهموا ها هي هذه خاصها تفهم, يعني اشنو خاصو يعطينا بالنسبه للجوج شنو خاصو يعطينا؟ خاصو يعطينا ان الارغيمون الموديل خاصو يساوي واحد, وهنايا بي سور دو موان ولا بي سور دو هذا كيحدد لنا الزاويه, وهاد واحد كيحدد لنا ان هادو متساويين, ان هاد ابي كتساوي لنا اس صافي انهم متساويين. مازيان علاش واحد؟ لان الا جينا هنايا تبع معايا شكون هو هذا؟ راه هو الموديل ديال هذا, يعني حيت كنقولوا الموديل ديال هذا الموديل ديال زد سي ناقص زد ا على زد بي ناقص زد ا. ها الموديل ديال اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد. دونك هذا الا جبناه لهنا غادي يعطينا الموديل ديال زد سي ناقص زد ا كيساوي لنا زد بي ناقص زد ا. فهاد الحاله شنو عندنا؟ يعني عندنا انه المسافه ا سي ما هي الا المسافه ا بي, يعني كتساوى ها ا سي ا بي, يعني متساويين هاد المسافه. سي سامبلومون داكشي علاش درنا واحد هنا وهنا درنا كا, يعني انه كما كان واحد كان جوج كان ثلاثه ما شغلناش حنا واش متساوي ولا متساويش بالنسبه لك حنا. المهم انه ريكتونغل انه قائم الزاويه في هذه الجوجه. اما الثالثه نفترض عليك انه ريكتونغل ايزوسيل, يعني هاد جوج شروط خاصهم يتحققوا. مزيان الشرط الاول ها هو انه متساويين, يعني ان هاد كا تولي واحد. الشرط الثاني انها تكون بي سور دو بلوس ولا موان ما كاينش المشكل في الاشاره. سي تري بيان. الوغ هادو فيما يخص تريونغل اللي عندنا دابا نشوفو لا تريونغل الثالثه وهي تريونغل ايكويلاتيرال. حيت كنقولو تريونغل ايكويلاتيرال يعني يعني متساوي الاضلاع. اجي نرسموه باش نعرفو كيفاش نقدرو نحددو. الوغ عندنا متساوي الاضلاع يعني انه داير بحال هكا مزيان, يعني اضلاعه متقايزه. سي بيان ا بي سي. دونك هنا كاين بزاف لا تكنيك باش نخدمو. كاين اما هاد التكنيك هادي انك شنو كدير نتايا كتلقى كنعرفو ان المثلث قائم الزاويه ان المثلث ان المثلث متساوي الاضلاع زواياه متقايزه كيساوي لنا بي على 3 كاملين بي على 3 بي على 3 سي تري بيان. صافي انت شنو غادي دير؟ تبين انك تساوي بي على 3 صافي انت بينتيها. ها هي يعني انه في الحاله فاش كيكون تريونغل ايكويلاتيرال فانه كيكون عنده بي على 3 بلس ولا مو على حساب الاتجاه ديال هذا المثلث واش مقلوب واش داير. المهم ان الشكل ديالو مثلث دونك بي على 3 ها هي
صافي كتبينها لنا بيع لثلاثة، هذا هو. الوغ نورمالمون اون جينيرال، اون جينيرال، فإن إلا بغيت تحفظها، فإن زد سي ناقص زد أ مقسوم على زد بي ناقص زد أ كتكون كتساوي لنا واحد على جوج بلوس موان إي راسين دو تخوا على جوج. إلا تكتبات على هاد الشكل كنعرفو أنه إيكوي لاتيرال. صافي اون جينيرال إلا بغيت تحفظو هكا مزيان سي بيان. دونك كتحسب الزاوية اللي بيناتهم كتلقى بي على ثلاثة ديال جوج عطلة، او عندهم دوني انهم متقايسين، راه كتلقى هنا ديما واحد في الموديل ديالو، لان هذا كيقاس هذا وهذا كيقاس، دونك كتلقى واحد. سي تري بيان. الوغ غنمحيو هذا الشيء، نتمنى انكم فهمتوا تريونجل مزيان. الوغ دابا نشوفوا لا كوادريلاتير ا بي سي دي، رباعي ا بي سي دي. عندنا ثلاثه الانواع، كاين باراليلوغرام ا بي سي دي باراليلوغرام، وكاين كاري، وكاين لوزونج. لوزونج يعني معين مزيان. الو حيت كنهضروا على باراليلوغرام فاننا كنهضروا على متوازي الاضلاع. هو متوازي الاضلاع يعني ا بي سي دي. الخصائص ديال متوازي الاضلاع انه الضلعين متقابلان متوازيان ومتقايسان، يعني هذه كتساوي هذه ومتقايسين، وعندك هذيك ضلعان متقابلين متوازيين ومتقايسين. سي تري بيان. الوغ حنايا هذا الشيء اللي قلنا في الرسم خاصنا نحولوه باش بنينا اون با كومبلكس، يعني اش يعني سهل، يعني ان لا فيكتور ابي ها هو ابي ابي غنديرو لا فيكتور ابي كيساوي لنا لا فيكتور اسي كيساوي لنا لا فيكتور دي سي دي سي. سي تري بيان. حيت كنقولوا ان لي فيكتور متساويين، يعني اننا كنهضروا على ان لا فيكتور ا بي كيساوي لنا ا سي، ها هي ا بي كتساوي لنا ا سي، ولا نبينوا ان ا دي كتساوي لنا بي سي، راه بحال بحال، حنا بينا انه متوازي الاضلاع مزيان. الوغ يقدر يكون تقول لي انه يقدر يكون انه متساويين ياك، دونك ودايرين ونقدروا نزيدوا شرط اخر. دونك هادي راه كي كت اون جينيرال، دونك راه لا نورم ديالهم، راه الا زينا النورم ديال دار كيساوي هذا سي بيان سي بيان. دونك هكا صافي، غير هاد الشرط صافي، غنبين ان ا بي كتساوي دي سي. هاد ا بي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زد بي ناقص زد ا، كتساوي لنا زد سي ناقص زد دي. سي تري بيان صافي. ونقرا القانون انهم متساويين، كنقول له انه باراليلوغرام بتزيد ان الاضلاع متقايسه، احسبهم له، حدد له لا نورم ديال هادي ولا نورم ديال هادي، ولقاهم انهم متساويين. تقدر تزيد له هذا الشرط هذا حتى هو كاينش مشكل سي بيان. الو دابا نمشيو للكاري. دونك هنايا كنهضروا على مربع، مربع. الو المميزات ديال المربع انا انه الضلعان متقابلان متوازيان وجميع اضلاعه متقايسه. مزيان، يعني عندك بزاف لا تكنيك اللي تخدم. كاين اللي عادي بغي يطول على راسو هادي ديال المسافه، غندير انا المسافه ا بي كتساوي لنا المسافه بي سي، كتساوي لنا المسافه سي ا، كتساوي لنا المسافه ا دونك ا بي سي دي دي، كتساوي لنا المسافه سي دي، كتساوي لنا المسافه دي ا دي ا. سي تري بيان. حنا بينا انهم كاين هاد لا تكنيك، دونك هادي هي الزيت هي دونك هادي كتكتبها بشكل يعني بحال هاد ا بي راه هي زد دو دو بي ناقص زد دو لا نو الموديل ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. مزيان، او انك كتخدم بهاد لا تكنيك كتبين هاد جوج حوايج. اشنو خاصنا نبينو؟ اول حاجه كنحسبو الزاويه اللي ما بين هادو غادي يكون 90 درجه اول حاجه، يعني شنو غنديرو؟ غادي نحسبو لو ارك ديال اش ديال زد زد دي ناقص زد بي على زد سي ناقص زد ا، دونك خاصنا نلقاو بي على دو. و تاني حاجة انه عندهم نفس، يعني انه شوف مالهم متعامدين و متقايسين، يعني هاد جوج اضلاع متقايسين اكزومبل، هاد جوج اضلاع متقايسين. والشرط الثالث وهو انه خاصو يكون عندهم نفس السونتر. علاش؟ إذا درنا هاد جوج شروط، هاد جوج أش من شروط قلت لك دابا؟ قلت لك أنه متعامدين، هاهي بي سيغ دو. الشرط الثاني أن ضلعان متقايسان. تقدر تقول لي أنت هاد لو بوان سي تقدر تشي هنايا،
يولي شكل اخر. يعني سي هنايا وتجي تقول لي دايره بحال هكا ودايره بحال هكا، ولكن كاين واحد الشرط الثالث، ان عندهم نفس لا ميليو، مزيان لا ميم ميليو. يعني الا جينا نشوفوا لا ميليو ديال هاد اسي، ها هو اسي زي انا كنحسبوا لا ميليو ديال اسي راه هو زيد سين زائد زيد ا مقسوم على جوج. لا ميليو، الميليو ديال هذا راه هو هذا، ها هو الميليو ديال هذا هو هذا، مزيان. ويلا جينا الميليو ديال هذا ها هو فهاد الشكل، واش عندهم لا ميم ميليو؟ لا، ولكن الا طبقنا هادي راه عندهم لا ميم ميليو. يعني الا كان مربع بحال هكا فانه عندهم نفس لا ميليو، ها هي لا ميليو، عندهم لا ميم ميليو. داكشي علاش الشرط كنزيدو على هاد الشروط الجوج اللي درنا. سي تري بيان، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ دابا نحيو هاد الشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ دابا معين، بالنسبه للمعين راه بسيط المعين ها هو المعين ديالنا سي تري بيان. باش نبينو المعين نقدروا اننا ندير انا بلا هادشي اللي قلت انا هنايا، بلا ما نبين ان ابي، خاصني نبين ان ابي سي دي، يعني ان ابي كتساوي سي دي، وان ابي كتساوي المسافه بي سي، كتبين ان هاد المسافه هادي متساويين وان هادي وهادي متوازيين. صافي هادشي كتبين باش تبينها معين. يقدر يجي شي واحد اخر يقولك لا انا شنو غادي نبين، غادي نبين ان هاد المسافات كاملين متساويين، يعني نبين ان ابي كتساوي لنا بي سي كتساوي لنا سي دي كتساوي لنا سي دي وكتساوي لنا دي ا دي ا، ياك. وغادي يقولك نزيدو شرط اخر، ونزيد شرط اخر انهم عندهم لا ميم ميليو، وغادي يقولك ان زد زد سي زائد زد ا مقسوم على جوج كيساوي لنا زد بي زائد زد دي مقسوم على جوج. عندك الخيار، ولكن هذا يقدر يكون حتى هو مربع. الا جينا المربع راه عندهم نفس الخصائص، مزيان. غير المربع زايد فواحد الخاصيه اخرى، هو انه عنده 90، مزيان. وهذا ما عندوش 90، دونك غنزيد واحد الشرط ان الزاويه تيتا كتخلف لنا 90. نزيدو الشرط الثالث باش نضمنوه انه معين، لان هذا راه عنده نفس الخصائص، غير هذا زايد الخاصيه انه 90 درجه، هذا ماشي 90 درجه، مزيان. دونك نقدروا نزيدو الخاصيه ديال انه بلوس موان، انه كيخالف لنا الزاويه اللي ما بين واحد دو واحد دو، اختار انها ما بين ا بي و ا سي انها ما كتساويناش 90، وصافي. يعني خرجنا من باب واسع بهاد لا تكنيك، مزيان، ولكن كطول على راسك. دونك كنخدمو واحد بيتيت اكزومبل باش اننا امثله باش اننا نحاولو نضبطو هادشي. الوغ غنفترض انني عطاك لو بوان الاولى ا كتساوي لنا 3 بلس 4 اي، عطاك لو بوان الثانيه بي نقولو سي كتساوي لنا 2 زائد 3 اي، وعطاك دي كتساوي لنا 5 زائد 6 اي، مزيان. قال لك مونطري كو ان ا بي و سي انهم مستقيمين، ا و سي ودي عفوا ا و سي سون اليني، يعني انهم مستقيمين. كيفاش غنبينهم انهم مستقيمين؟ ساهلة، باش نبين انهم مستقيمين خاصني نحسب هادي ونلقى انه ابارتيان اكا. يعني شنو غادي نحسب؟ نحسب ان زيد دو دي، ها هي زيد دي، ياك زيد دو دي، دونك هنا ا بي يعني زيد دو دي ناقص لا فيكس ديال لو بوان سي على زيد دو ا ناقص زيد دو سي. هادي زيد دو دي شكون هي؟ هي ا، راه عطاها لنا هنا ا ناقص هادي راه دي، زيد دو دي هي دي عفوا، دي ناقص سي على ا صغيرة ناقص سي، مزيان. الوغ هاد دي هي هادي، دونك 5 بلس 6 اي ناقص سي، سي هي هادي يعني 2 زائد 3 اي مقسومة على ا هي هادي 3 بلس 4 اي، ياك ناقص سي هي هادي 2 زائد 3 اي، مزيان. الى حيدت الاقوى ستبدلنا الاشارة، غتولي ناقص وهنا تولي لنا ناقص، الى حيدنا الاشارة. الوغ الى جينا نحسبو هادي 5 وهادي غتعطينا 3، 6 وهادي غتعطينا 3 اي، وهنايا الى درنا 3 وهادي غتعطينا 1، وربعة وثلاثة تعطينا 1 اي،
نيئي. سي تخي بيان. كاين واحد العامل مشترك هنا، ثلاثة نعمل به، ثلاثة عامل على واحد زائد اي، عام مقسومة على واحد زائد اي. واحد زائد اي مع واحد زائد اي كتبقى تمشي لنا ثلاثة. دونك هذه عطاتنا ثلاثة ابارتيان ا ار. دونك بما انه ابارتيان ا ار دونك فان ا بي سون الين. الوغ نتمنى انكم فهمتوا ليكزومبل الاول، يعني شي حاجة اللي بسيطة بزاف. الوغ نشوفوا اكزومبل اخر باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ الا كان عندنا ا كتساوي لنا جوج ناقص اي، عندنا بي كتساوي لنا ستة ناقص سبعة اي، عندنا سي كتساوي لنا تمنية زائد ثلاثة اي. تمنية زائد ثلاثة اي سي تخي بيان. دونك نحاولوا اننا نبينوا ان هاد ا بي سي دي انه واحد، نحاولوا نجمعوا هاد الجوج، يعني نبينوا انه تريونجل ريكتونجل ايزوستي. صافي. الوغ يعني مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين. صافي، هي هذه تريونجل ريكتونجل ايزوستيل. مزيان. اون ا يعني هذه اشنو نبين؟ نبين انه عنده واحد و بي على دو. يعني باش نبين هذه نبينو يعني كيساوي اي، يعني غادي نبين ان زد سي ناقص زد ا مقسوم على زد بي ناقص زد ا. شنو كتساوي لنا؟ زد سي هي هادي، هي 8 زائد 3 اي ناقص ا، يعني ناقص 2 زائد اي. دونك حنا عملنا بالناقص. دونك هنا زد بي هي 6 ناقص 7 اي ناقص زد ا هي ناقص 2 زائد اي. سي تري بيان. دونك شحال كتساوي لنا هادي؟ دونك هادي مع هادي تعطينا 6، زائد هادي مع هادي تعطينا 4 اي مقسومه، هادي مع هادي تعطينا 4، وهذه مع هذه غتعطينا ناقص 6 اي. سي تري بيان. الوغ هنايا غادي نحاول انني نضرب في المرافق، نعمل اكسيتيرا، كاين شي عامل مشترك بيناتهم هنا. دونك نحاول نضرب في المرافق ونتهنا. الوغ الا ضربت في المرافق ديال هذا دونك غتعطينا 4. دونك نحيدو اي من تحت، يعني 4 زائد 6 اي، وهنايا نضربو في 4 زائد 6 اي. سي تري بيان. شحال كتساوي لنا؟ دونك هادو تعطينا متطابقة عامة، يعني 4 او كاري ناقص 6 اي او كاري. مازيان. وهادي نضربوها 6 نضربوها في 4، دونك 6 في 4 24 ياك، وعندك 6 في 6 36 ياك، وتعطينا 4 اي في 4 4 4 في 4 16 اي، و 4 4 في 6 24 اي. سي تري بيان. ولكن هنا راه اي او كاري، اي او كاري، لان 4 اي في 6 اي. مزيان. الوغ شحال كتساوي لنا؟ لتحت يعطينا 16، اي او كاري كتساوي لنا ناقص 1، يعني الناقص مع الناقص يعني زائد 36. مزيان. الوغ هنا لا ميم تكنيك، هنا اي او كاري يعني تعطينا الناقص، دونك هنا الناقص يعني هذه تمشي مع هذه، دونك تعطينا 16 او زائد 36. يعني شحال عندنا؟ تعطينا 16، شحال تعطينا؟ 6 مع 6 12 4 5 52، يعني تعطينا 52 اي. وهنا لا ميم شوز تعطينا 52. الوغ الى مشات 52 مع 52 شنو تعطينا اي؟ و الى عطاتنا اي اوتوماتيكمون راها تريونجل ريكتونجل ايزوسيل اون ا. سي تري بيان. الوغ حنا خدمنا ليكزيرسيس ديالنا، شي حاجه اللي بسيطه بزاف، ولكن تحاول انك ديمونطري له، تقول له ان هذه دونك هذه راه اي، هذه راه كتكتب على شكل عندها. الا جينا نحسبوا، الا جينا نحسبوا الموديل ديال اي، اي الموديل ديالو شحال كيساوي؟ واحد، يعني نحطوا واحد. الزاوية اللي ما بينهم كنعرفوا ان الزاوية كنعرفوا ان سينوس تيتا كتساوي لنا إكغيك على لا نورم دو زيد. مزيان. شكون هو زيد هنا؟ هو اي ياك. لا نورم ديالو قلنا لا نورم دو زيد هي واحد،
مزيان، قلنا ان هذه كتكتب على شكل صفر زائد واحد اي، يعني هذا هو اكس وهذا هو اكريك. صافي، اكريك هو واحد، يعني تعطينا واحد على واحد، حيث هذا واحد واكريك واحد، واحد على واحد هي واحد. السؤال المطروح فوق، سينوس تيتا كيساوي لنا واحد، سي سولمون سي تيتا ساوات لنا فوقاش كيساوي لنا السينوس واحد. اجي ونرسموها، ها هي السينوس، ها هي، ها هي في واحد، هادي بي سيغ دو. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد، يعني في بي سيغ دو، يعني تيتا كتساوي لنا بي سيغ دو، يعني داكشي هي بي سيغ دو هنا. سي تخي بيان، مزيان. ونقدر انها تساوي لنا واحد حتى هنايا، هنا تعطينا موان زان ماشي موان زان، دونك هنا سي تخي بيان، يعني هذا هو سينوس اكس. دونك هنا كيساوي لنا واحد، هنا يساوي لنا ناقص واحد، وهذه راه كنخدمو حنا في دو بي. مزيان، دونك هذا الشيء راه شي حاجه بسيطه شفناها في الحصه الجوجه. دونك الشيء اللي كاين في هذا ليكزومبل، دونك وهنايا نكملوها، يعني تعطي لنا بي سيغ دو. دونك هنا اوتوماتيكمون راها تريونجل ريكتونجل ايزوسيل. سي تري بيان. الوغ بالنسبه للمساحه ديال المثلث، يقدر يعطيك السيرفاس دو تريونجل. دوك حسب لي سيرفاس دو تريونجل قل ABC. سيرفاس دو تريونجل ساهله بزاف، دونك سي كتساوي لنا الموديل ديال AB برودوي فيكتوريال AC في مقسوم على جوج. مزيان، هذا راه برودوي فيكتوريال ديال دو فيكتور AB AC، وهذه لا موديل ديالهم كنقسمو على جوج كيعطينا سيرفاس دو تريونجل. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكملة نتاع الكور ديال لي نومبا كومبلكس.